من جديد. حالة من الشد والجذب صاحبت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 39 التي كسبت حضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما في حفل الافتتاح الذي وصفه تنظيم أو الذي وصف تنظيمه بالمشرف. ومع ذلك سجل المهرجان سلبيات منها عدم جودة الصوت وتأخر الحفل والذي قيل أنه كان السبب وراء قلة الحضور في فيلم الافتتاح The Mountain Between Us أو الجبل بيننا للمخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد، والذي أبدى انزعاجا كبيرا وأوقف عرض الفيلم بسبب ما اعتبره رداءة في الصوت والصورة. نتابع. جميع الإضاءة في القلب لأنه فعلا أنتوا عظيمين عظيمين جدا، والباقي ما احترموش السينما بنظري، هذا إشي كتير مهين لإلي. الثانية جودة تبعت الفيلم كيف معروضة مش الجودة اللي أنا عملتها، فأنا برفض إنه في مهرجان القاهرة يعرض فيلم بهاي الجودة، فأنا طلبتهم في العرض. شكرا لكم، أنا بشكركم بكل قلبي، بس تفهموني. كاتب السيناريو والمخرج المصري محمد دياب وعبر حسابه في فيسبوك أعاد نشر الفيديو معلقا أن المخرج هاني أبو أسعد أوقف عرض فيلم الافتتاح بسبب أن القاعة ليست مجهزة لأن تكون سينما صوتيا ولا بصريا، مضيفا أن الفيديو يكشف ما اعتبره فضيحة وهو أن الممثلين والمدعوين غادروا قبل بدء الفيلم، وأن 30 شخصا فقط حضروا في القاعة التي تستوعب 1500 شخص على حد قوله. تدوينة المخرج محمد دياب قام مواطنه المخرج عمرو سلامة بمشاركتها على فيسبوك قبل أن يعود ويحذفها من جديد. إدارة المهرجان اعتذرت للمخرج العالمي هاني أبو أسعد وقامت بعرض الفيلم الأمريكي The Mountain Between Us في ثاني أيام المهرجان، وذلك بحضور عدد من النجوم وأعضاء لجان تحكيم المهرجان، كما قدم الفيلم كل من الفنانة يسرى رئيس شرف المهرجان والفنان حسين فهمي رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، واعتذرا للمخرج هاني أبو أسعد عن خطأ حفل الافتتاح. ولتفاصيل أكثر عن المهرجان ننتقل إلى القاهرة، حيث ينضم إلينا الناقد الفني طارق الشناوي. أهلا فيك معنا يا أستاذ طارق، إيش كان رأيك في حفل الافتتاح واللي صار فيه؟ يعني قصة الفيلم هذه أخذت كثير من الجدل. ده صحيح، في هناك خطأ وقع فيه المهرجان لا شك، ولا يمكن الدفاع عن خطأ. طبعا الخطأ مشترك لأنه اللي بينظم المهرجان صحيح مهرجان القاهرة تابعا لوزارة الثقافة، لكن كمان دخلت قناة فضائية اللي هي دي ام سي، فتفرقت يعني الدماء والمسؤوليات. ولكن الخطأ سببه انه تأخر حفل الاستقبال يعني عما ينبغي ان يكون حوالي ساعتين ثلاثة، الساعة 7 كان الحفل، لكن فعليا بدأ مراسم حفل الافتتاح الساعة 10، لم تكن هناك تدريبات كافية على الحفل، يعني مين يطلع ومين ينزل، المسائل دي كانت فيها الكثير من العشوائية. آسر ياسين ممثل موهوب، ولكنه من وجهة نظري لا يصلح لأنه يقدم حفلة بتحتاج لمواصفات أخرى لا تتوفر في آسر. في كل الأحوال واضح أن كان في سرعة في التنفيذ وما كانش في إحساس بأنه ينبغي أن احنا نتأنى قليلاً. هاني أبو أسعد المخرج الفلسطيني له كل الحق، وأنا كنت موجود، هما طبعا ما كانوش 30 لا كنا أكتر، تقدر تقولي 100، طبعا 100 رقم في النهاية هزيل يعني، وإن أغلب الناس سواء المنظمين أو الفنانين غادروا الفيلم، لم يروا الفيلم وذهبوا لحفل العشاء. طبعا الشكل ما كانش حلو، لكن الصالة فعلا غير مهيئة لا صوت ولا صورة لاستقبال الفيلم، عشان كده تم الاعتذار لهاني في تاني يوم. طب بس أستاذ طارق، يعني أنت بتقول أنه يمكن في موضوع أبتر. يعني أنت بتعلق على موضوع أنه مثلا اختيار آسر ياسين، يعني هو واضح أنهم حبوا أنه يختاروا واحد نجم حيجذب الناس أنهم يتابعوا، كان واضح في اهتمام جدا بأنه الفنانين اللي هم الصف الأول يحضروا على غير العادة. طبعا بس تقدم، طبعا السنة دي في إقبال من الفنانين أكتر من العوام اللي فاتت، ده حقيقي، لكن اعتقد انه بسبب قناه دي ام سي، بسبب القناه الفضائيه، لان ايضا هي قناه لا قويه ولها تاثيرها، فاكيد الفنانين اللي بيتم توجيه الدعوه اليهم بيعملوا حسابهم وبيجوا. انما واسر انا قلت فنان كويس، لكن مساله تقديم حفل
على ودي تاني مره يقدم تقديم حفل، دي موضوع تاني مواصفات اخرى. مثلا كانت فكره كويسه جدا انه يتعمل موسيقى تصويريه لاكثر من فيلم سواء عربي او عالمي على المسرح، ولكن الفكره حلوه وكانوا بينتقلوا من فيلم لفيلم، كانت الشاشه المصاحبه اللي حط عليها الصور ما كانتش بتعني شيء، يعني كانت معموله بشكل عشوائي، وده طبعا خطا كبير. هناك اخطاء ما نقدرش نقول سواء انها اخطاء، ممكن البعض يقول دي اخطاء التجربه الاولى اوكي، لكن يجب انه الناس تعترف ان هناك خطا تنظيمي فعلا، واتمنى انه ده يتم تلافيه في الايام القادمه. المهرجان لسه في بدايته، وبالتالي امامنا الكثير كمهرجان انه يتم عبور الازمه، وتستفيد القناه الفضائيه من التجربة وتحسنها أكثر وأكثر. نعم، كان في انتقاد أيضا لاختيار مطربة غير مصرية لتقديم الأغنية الرئيسية في الحفل، طبعا كانت هي الفنانة أصالة، وكان في كثير حكي حتى على أداء أصالة في الهاشتاج على تويتر وفيسبوك. لا، ممكن أنا هفرق بين حاجتين. نعم. أولا أنا ضد فكرة أنه المطرب في مهرجان زي مهرجان القاهرة يجب أن يكون مصريا، لا، أمال فين مصر وهوليود الشرق؟ مصر تفتح الأبواب لكل فنان عربي، يجب أن تظل أبواب مصر مفتوحة، وإلا تفقد حتى قيمة مصر وقوة مصر الإبداعية عبر كل السنين دي. فأنا بقول خطأ أن احنا نقول أصالة ليست مصرية. أي مطرب عربي يتواجد أو فنان عربي يتواجد في مصر هذا حقي. كون أصالة لم تكن موفقة لأن ما عملش بروفات كتيرة على الغنوة، ده صحيح، لكن ليس لأنها سورية. كان ممكن لو كان مطربة مصرية أيضا لم تقم ببروفات كانت عملت نفس الأخطاء. فأنا طبعا أصالة دي فنانة كبيرة جدا، ومصر يجب، وهي مفتوحة طبعا لأصالة والغيرها مفتوحة لأي فنان عربي، فأنا مع وجود أصالة، لكن أنا بقول إنها كان ينبغي إنها تقيم بروفات أكتر. يعني وده خطأ، ربما حتى مش خطأ أصالة، واضح إن الفترة الزمنية اللي تمت فيها الاتفاق أصالة هتغني غنوة الفن لمحمد عبد الوهاب، المسخر محمد عبد الوهاب، الغنوة الشهيرة، اختيار موفق لفكرة الغنوة، لأن طبعا كان ممكن تكون أي غنوة، دي غنوة صح لأنها بتتكلم عن الفن وبتحيي الفن، ولكن ما تعملش بروفات كافية. مرحبا بأي فنان عربي في بلدي مصر، وأي حد يقول أنه في مهرجان مصري يجب أن يغني أو يصعد على المسرح فنان مصري، بيهين مصر. وصلت بكتير من هيتم. وصلت فكرتك. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا من القاهرة الناقد الفني طارق الشناوي، شكرا لك.